بونجور، صباح الخير عليكم وصحة رمضانكم. اليوم رانا رايحين نديرو بلوغ ولا روتين لشعري. انا شعري كيفاش كان هكذا وكيفاش ولا هكا. من بين لي ماسك اللي نديرهم هو هذا الماسك اللي رانا رايحه نوجدو معكم اليوم. انا كل سمانه نبدل الماسك اللي نديرو في شعري، نخلي جينيرالمون هذا الماسك اللي رايحه نوجدو ما بين 30 دقيقه لساعه. ما تنساوش بنات اشتركوا في القناة ويلا نوجدوا الماسك لنهار اليوم. قبل ما نروح نوجد الماسك ديالي، خلينا نحطو هذا الماسك، ندير هذا الماسك في وجهي بيكو عندي الوقت. تما انا نسي ندير دي تريتمون بزاف انتنسيف خطرة في سمانة كوكسو سوا للبشرة ديالي ولا لشعري. دونك حنبدأ بهذا الماسك اللي يساعدني باش نحي كاع المسام الميتة في البشرة تاعي ونقيها، يعني ندير اكسفوليشن ندير اكسفوليشن. اوكي دونك كيما راكم تشوفوا بنات، بيان سور هذا الماسك من الكربون وكي نحطو في وجهي نخليه 15 دقيقه ويدير عرمر الورا اللي رايحه نوريكم. ومن بعد راح نستعمل هذا الماسك اللي راكم تشوفوا فيه اللي فيه رينتول. رينتول هذا محارب للشيخوخه بزاف، اغراف مليح، اغراف. دونك ننصحكم به. كاين دي برودوي ديريكت تقدروا تستعملوهم، دي سيروم كل نهار ولا دي ماسك كيما هادو كيما انا حنستعملو بعد هذا. ويلا نحطو هذا الماسك ونروحو نوجدو الماسك الاساسي تاعنا اللي عندنا نهار اليوم، هو ماسك الشعر. هاوليكم هذا الماسك بناتي، يضحك صح. ايا دوكا نروح نوجدو ماسك الشعر، راني غير نقول لكم ايا نروح نوجدو ماسك الشعر ومازال ما وجدناش ماسك اليوم. هذو هما المستحضرات ولا المنتجات اللي راني رايحه نستعملهم. كيما راكم تشوفوا املا الجينسنج اويل، يعني زيت الجينسنج، يخا والله ما على بالي كيفاش يسموه. كيما راكم تشوفوا اسنا الجينسنج اويل هذا مليح بزاف، يستعملوه بزاف الشنويات، وبلا ما نقول لكم الشنويات شعرهم كيفاش داير. شيكاكاي باودر عسات على الهنودة، منظف الفروة الرأس. زيت الألموند اللي هو اللوز وغني عن تعريف، على بالكم بلي مليح بزاف للبشرة والشعر. البول العسل الحر، قد ما يكون عندكم العسل معليش، أنا ديجا قلت لكم غالبا هذا واش كاين وماشي غالي بزاف. وهذا مهم بزاف، إي أويل فيري فيري امبورتنت. الياغورت ناتور، وعلى بالكم الكوكونت اويل. ويلا لطريقة التحضير. اول حاجة نديرها هي مغرف من الياغورت كما راكم تشوفوا، ماشي بزاف. علاش؟ باسكو شعري قصير، البنات اللي شعرهم طويل بزاف وراكي حابة تعطي لشعرك النظارة ديري زوج مغارف. ندير مغرف تاع عسل، انا عيني ميزاني بصح يعني راكم تشوفوا بلي ابي بري مغرف. نخلطها مليح 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 مليح، ونزيد شوية الكوكونت اويل كيف كيف مغرف عبر مغرف، ونخلط مليح 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 مليح. نزيد قطره برك من الاي اويل فيتامين اي كما راكم تشوفوا مليح للبشره والشعر، راني غنعاود لكم. شويه من زيت اللوز، شويه نص مغرف عبر نص مغرف، ايوه داين يعني يكفي. شويه من زيت الجينسانج، ايه شويه برك باسكو قاصح راكم تشوفوا. اي نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا، ريحة الكوكونات راهي ديجا تعبق، اللي ما يحملش ريحة الكوكونات يعني يقلبها بزيت الزيتون ولا بأي زيت طبيعي عنده في الدار. نروحوا للمستحضرات الهندية وبنات صح صح لقيت عليهم نتيجة. أيوا شوية من مستحضر أملا كاع نعرفو، أخ خنشف لي لازم نشري واحد جديد. أيوا باودر تاع أملا كما راكم تشوفوا، طاحوا لي شوية أخ. مستحضر املا كما راكم تشوفوا، نسي نخلطو مليح مع الياوخ حتى يولي لي يعني خليط متناغم. وندير شويه من هذا الباودر تاع الشيكاكاي باش ينظف لي فروه الراس، باسكو دير مليح في بالكم بلي فروه الراس هي اللي ينبت فيها الشعر، والا ما حافظتوش عليها مليح شعركم ماهوش رايح يا طوال. سيو تلقاو هاد لي برودوي شيكاكاي املا اريتا وهاد الصوالح، صدقوني بلي راح تلقاو عليهم نتيجة، باسكو المستحضرات الهندية فعلا يمشوا مع الشعر.
وكيما راكم تشوفوا راني نخلط 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 حتى نحصل على خليط متجانس. بنات كيما راكم تشوفوا هذا هو الماسك، شوفوا الرغوة اللي راه دارها، نظن راهو جازو 15 دقيقة وقت انه نحيه. لازم نغسل وجهي بالماء الدافئ ومن بعد كنجوز له بهذاك الماء المطهر ولا الكلينسينغ ووتر، باسكو انا البشرة تاعي حساسة كيما راكم تشوفوا، خليت 15 دقيقة وبدات الحمورية تبان. مسح وجهي بطريقة بالعقل، جامي ما تحكوا وجهكم، تمسحوه هكذا نشفوه برك، باسكو البشرة فعلا حساسة ولازم تعملوها كي البيبي كوكس سواء البشرة ولا الشعر. دركا نحطو هذا المرطب اللي برانتو، نحلوه ان شاء الله يتفتح. كان في الفريجيدار صح اني خليته بزاف. نعطيكم استيوس اذا حبيتو وجهكم يبقى توجور ناظر انكم تحطوا لي برودوي هادو في الكونجيلاتور باش تحطوهم باردين على وجهكم، خاطر البرد يخلي البشرة تاعكم على طول تبان صغيرة وما تكبرش. يستعملوك شغل بوتوكس، هذو خالك طريقة كانوا يستعملوها الفنانات تاع هوليوود وما على باليش، انا شفتها ولقيتها بلي فريمون كاين بزاف ناس يعني نعرفهم اون بيرسون وكبار في السن وما يبانش فيهم اللاج باسكو يستعملوا لي غلاسون. راني رايح ندير لكم طريقته يعني خطرة، ديروا هكا راني نخلي هنا في الطريقه اللي راني ندير فيها هكا. كم تشوفوا قلت لكم هذاك الرانتول ولا هذا اللي موجود هنا نحكو دائما في رقبتي باسكو الرقبه ثاني مهمه ما يلزمش نهملوها. ويدينا بنات يدينا 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 يدينا. كنت نصور بالكاميرا بالمقلوب، سمحوا لي بنات هذا وين رديت البال. راني راح نحط لا سيرفيت فوق كتافي ابخي نبداو نديرو الغنساج تاع الشعر بالماء اللي نحضرو يدويا، وهذا الماء من اكليل الجبل والروزماري والقرنفل فعلا ماجيك يا بنات، جربوه وراكم رايحين تدعوا لي باسكو فريمون يساعد للناس اللي شعرهم يطيح بزاف ولا الناس اللي راهي تعاني من الصلع ولا، انصحكم به. وراني رايحه ندير فيديوهات نهضر على ماء الروز باسكو ماء الروز ما ينفعش لكاع الناس، اتونسيون ما تستعملوش حتى تشوفوا الفيديو ديالي وتفهموا مليح 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 عليه. انا هكذا درتو فوق راسي وراني نحك بيان بيان، درت امتي مساج الشعري قبل ما ندير الماسك اللي وجدته، نعاود ننشط شعري. اتونسيون ماشي كاع الناس يقدروا ينشطوا شعرهم وهو مشمخ باسكو الشعر كيكون مشمخ يكون في اضعف حالاته، دونك اذا نشطيه وهو مشمخ يقدر يتكسر على حساب الشعر طبعا، ماشي كاع الشعر كيف كيف. انا راني جوست نشطاتو غير بالعقل، صح الناس اللي شعرهم غاد بزاف هذوك اللي قباله قباله هذوك ما يمشطوش، اما شعر اللي شعرهم بوكلي بزاف 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 فريزي هذوك اللي لازم يمشطوا شعرهم برك يكون مشمخ سينو يتكسر يكون ناشف. اما الناس اللي شعرهم كيما انا ما بين يعني البوكلي وما بين الويفي بصح شعرتهم رطبه يقدروا هذوك اون رياليتي عندهم لا شونس يديروا شعرهم واش يحبوا كيما راكم تشوفوا. صح على مش اقسم بالله غتخدم شغل ماساج طوب. المهم نشوفوا كيما راني شمخت شعري، خليني نوريلكم فغيمو وين راه واصل الطوال الله يبارك عليه، راه غطالي رقبتي كامل. جاء وقت الماسك اياو نروحو نديروه، نشوفو الخليط خوشي شوكولا. ايا نحطو شوية في يدي ونحرك هكذا، ندي مغرف وندير شوية في يدي كيما راكم تشوفو، ومن بعد ندير هكذا ونروح لشعري وندير هكذا 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 هكذا، باسكو مهم جدا ما يطيحش السربيده ما يخليها، باسكو راني درتو مزيج قاصح ماهوش راح يطيح كيما راكم تشوفوا. هكذا نحرك بيان 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 باش يدخل لي مليح في الجدره تاعي وما بين الشعر، ونكمل حتى نغطي كاع شعري. كملت الخليط وراكم تشوفوا فريمون شعري تعمر بهذا الخلطه. دوكا راني رايحه نستعمل واسمو هذاك البانس باش نشدو كاع من الفوق ونغطيه بالبابي سيلوفان ونخليه مدة ساعة. وحبيت نقول لكم ريحته ماهيش شابة بزاف، مي ماشي بشعة يعني مقبولة باسكو لي برودوي انديان هادو كيريحو شوية. نديرولو دركا البابي سيلوفان ونخلوه يريح لمدة ساعة ونروح بنات ونرجع لكم بعد ساعة. راني كملت الخلطة ديالي وراني ندير في البابي سيلوفان، البابي سيلوفان مهم باسكو يخلي شعرنا تحت الحرارة والحرارة مليحة للشعر باسكو الشعر ينمو في الحرارة صدقوني، يعني هاد الطريقة مفيدة جدا جربوها. انا نخلي شعري يريح ساعة ونرجع لكم.
تشاو. راهي جازت ساعة كما راكم تشوفوا بنات، انا رايحة نحي الماسك تاع وجهي كما راكم تشوفوا، راه شرب الماء بزاف، خليني نمسح هذا اللي بقى هنا في رقبتي وفي يدي، ودرك انا رايحة نحي هذا وندخل ندوش ونوريكم النتيجة. دونك خليكم معايا ما تروحوش بعيد، واللي ما اشتركش ماذا بيه يشترك. من قبل ما نروح خلوني نوريكم هذا الماسك اللي راني رايحة نستعمله، مصنوع من لا لافوند، والله ما على بالي كيفاش يقولوا لها بالعربية، والشامبوان تاعي تاع الافوكادو ولابخي شامبوان تاعي تاع الافوكادو، وكاع هاد لي برودوي بيو نيفيتي كاع لي برودوي شيميك خلاص شعري سي بون. خوتي العزاز راني كملت الدوش كما راكم تشوفوا، وشعري راه حرير وشعرتي صحيه جدا جدا جدا، هذا خاطرش اهتميت بشعري في قل من سنه. شوفوا من وراه وكان فريمون قصير على شعر تاع الرجال. اخر حاجه راني حنديرها وبلوتو اخر زوج حاجات راني حنديرهم ونخلي شعري ينشف طبيعيا، انا من الناس اللي بعدت كامل على السيشوار، وننصحكم تقللوا اللي سور وتقللوا السيشوار وترجعوا للقردون، باسكو فريمون من الصوالح المهمه انكم تبعدوا على السيشوار اذا كنتوا حابين تطولوا شعركم، وسبايغ بيان سور واي حاجه غير صحيه، وترجعوا للطريقه التقليديه اللي هي القردون الزيوت. وكم عارفين كم تشوفوا راني ندير لها الماء اللي قلت لكم، هو خليط من القرنفل واكليل الجبل ولا الروزماري ولا الغومارين، جو بونس هكا بالفرنسي يقولوا لها الغومارين. فريمون بنات هذا الماء ننصحكم به، هكذا نخلي شعري ينشف كما راكم تشوفوا بهذا الصوالح. نوريكم برك قرب نوريكم الشعره، راكم تشوفوا فيها ما مكسره ما والو، وما قصيتها ما راحت حتى بلاصه، صحيه جدا. ومن بعد اذا تبان لكم ماشي صحيه باسكو ندير لها انا واحد الجل نصنعو من بذور الكتان طبيعي، باسكو ما نحبش خلاص نستعمل لي برودوي شيميك. هذا هو الزيت اللي راح نديرو في الاطراف بعد بيان سور على الجدره، باسكو شعري مانيش حابه يتزيد، هذا وين غسلته هكذا حطيت الكميه، نديرها غير في الاطراف. حتى دوك لي سيروم وقالتك اللي نشروهم واللي تبعتهم خلاص نخلي شعري هكذا ينشف وحده ويريح ويكون كيما يكون، مش عندي خطر خرجت بيه، وعندي فيديوهات اصلا شعري هكذا طبيعي برك ناشف. خلاص حبوا روحتكم كيما نتوما، وكل وحده شابه بشعرها كيما كاين، وكاع كل وحده وزينها يعني. وانا فرانشمون راني فرحانه بالطول اللي راه فيه دركا، ومازال ما لحقناش عام، ان شاء الله العام الجاي يزيد اكثر، انا على عامين يلحق الطول اللي راني حبته اللي هو الطول تاعي الطبيعي، وان شاء الله صحي ومزيج كاع تيك نهردو. ما نكثرش عليكم بنات، رانا لحقنا نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بشير لايك وسبسكرايب، وشوفوا الفيديوهات تاع الموضه وكتبوا لي واش راكم حابين ندير لكم. سلام ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، وصحه رمضانكم.